Every day I'm shuffling. الأغنية اللي كنا نسمعها دلوقتي هي أغنية لارا سكندر مختارها مخصوص, هي ويتني هيوستن وديبورا كوكس, اسمها Same Script Different Cast. اخترتي الأغنية دي بالأخص ليلى؟ ويتني هيوستن من أهم, وكانت من أهم وأكبر سينجرز في العالم, وعندها أغاني كتيرة قوي that people were so touched by. والأغنية دي مش أغنية معروفة, مش يعني one of her biggest hits, مش one of her all that, بس أغنية أنا طول عمري يعني مش عارفة بحبها قوي, و it's a song that I really really like. وقلت لك في الأول إنه I want to have a tribute song to her, بس ما كنتش عايزة أختار أغنية كل حد أسمعها, كنت عايزة أوري للناس side من Whitney Houston تاني, just another song يمكن مش معروفة قوي, مش not the ones that you hear all the time دلوقتي على الراديوز. Just something that meant a lot to me, a song that I used to love listening. And لما كنت بسمعها كنت بشوف كل حاجة حلوة في ويتني هيوستن. ومن your voice أنا أقدر أشوف إنه ويتني هيوستن كان ليها أثر كبير عليك, أغانيها كمان كان ليها أثر كبير عليك. Of course, أنا يعني لو هكلم عن نفسي شخصيا مش هقدر أشرح لك إزاي. يعني okay, she wasn't she's from يعني ممكن من جيل تاني فعندها الانفلونس بطريقة تانية يعني. بس ويتني هيوستن لأي حد بيحب الغنى بيحب المزيكا, يعني ويتني هيوستن is just a person that you have to look up to, يعني you have to have respect for her voice, for her the way she was on stage. كانت it's the most beautiful voice in the world, where the world has lost a beautiful voice, but heaven has gained an angel who can sing to them beautifully. أكيد. وجي معاه دلوقتي اللي احنا نعرف مين هما اللي كسبوا signed copies من الألبوم الجديد بتاع لارا سكندر About a Girl, وهياخدوا الألبوم قبل أي حد تاني في مصر. Yes. لارا قولي أسامي. I just want to say مبروك. أيوة مبروك. To مبروك. يارا محمد, أمل خيزي, إيمان سلامة, رامي عماد, سامة علي, عليا فرج, أن مريم علي. Congratulations. ألف مبروك ليكو. هكلمكم أكيد عشان تعرفوا إزاي هتستلموا الكوبيز من الألبوم الجديد بتاع لارا سكندر. وعايز أقول لك حاجة sure. بس نسيت أقولها لك, في كمان معايا سي ديز, أنا جبت سربرايز صغيرة للي كسبوا كمان. أيوة بقى. أيوة. طب جبتيلي أنا سربرايز؟ أكيد. لارا. Okay, maybe this one I forgot. اخص عليك يلا. قلت لك الالبوم تاني. طيب لا خلص مش مشكله, انا اهم حاجه عندي انت كنتي معايا النهارده. انا فعلا انبسطت. هنروح نسمع تشينز لارا سكندر, تاني سنجل من لارا سكندر, وهنرجع لكم على طول علشان نقول لكم باي باي. مبروك لكل الناس اللي كسبوا في الكومبيتيشن. يلا بينا نسمع تشينز لارا سكندر على راديو هيتس 88.2. It's not the way I ever thought that I'd be hurt. It's like a system is corrupt. You've gotten through and seeped into my veins. Look what you created in me. You got me out of control. I could play that role. Is this what you wanted me to be? It was coming all along. Coming on strong. I hold you down. I'm all with my chains. Hold you down with my chains. Call me a fighter. It's tighter down. I'm all with my chains. This regret is just a game. A fantasy right from the start. And then I got the part of liking what you see. Before it was all about you. Your strength is gone and I played you. Look what you created in me. You got me out of control. I could play that role. It's been what you wanted me to be. It was coming all along. Coming all strong. I hold you down. Yeah.
the jacket, keep it straight, keep it straight. Put on the jacket, yeah. Put on the jacket, yeah. Put on the jacket, keep it straight, keep it straight. Put on the jacket, yeah. Put on the jacket, yeah. Put on the jacket, keep it straight. Every day I'm shuffling. بكل اسف لارا وقت شافل هيتس بيخلص, والنهارده بالاخص خلص بسرعه جدا 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 جدا. انا عايز البرنامج ساعتين للمسؤولين اللي بيسمعوني, انا عايز البرنامج ساعتين. مش كفايه مش كفايه صح خالص. انا بجد انبسطت ان انت كنتي معايا النهارده, انا كمان, ومبسوط جدا بالاغاني بتاعت الالبوم الجديد About a Girl. مبروك لكل الناس اللي كسبوا السي دي الجديد من لارا اسكندر About a Girl. هيبقى مامدي شخصيه منك exactly. بأسميهم بكل حاجه, a special message, everything. حلو جدا الكلام ده, وانا هكلمكم علشان اقول لكم تيجوا تستلموا السي ديز ازاي. الوقت خلص بسرعه معاكي جدا. أيوه. انا بجد مبسوط ومتحمس جدا للوقت الجاي كله. في سؤال كانت سأل على فكره, ايه سونج من السونجز في الالبوم هتتصور دلوقتي؟ probably it's gonna be probably يعني ده مش اكيد, بس hopefully الاغنيه لايجيبت, ايجيبت كومينج هوم. اوكي, عشان عايزة to dedicate something to my country while I'm launching the album. أكيد. يعني to do something special. اوكي, اكيد هنبقى مستنيين, وان شاء الله لما تنزلي سنجل جديد هتبقي معايا برضه في البرنامج. اكيد. ايوه بقى خلاص. It's only logical and natural. انت واخده بالك, انا في حاجه لسه مكتشف بيها حالا, مكتشفه حالا, انت اول سيلبريتي يكون معايا في البرنامج. Really? That is something we should celebrate. Yay, that's fun. That's أيوة. Good to know. ايوه, هفضى على طول فاكر اول سيلبريتي يجي معايا البرنامج كانت لارا اسكندر. انا مبسوط. اذا انا كمان مبسوطه قوي دلوقتي. طيب ايه رايك دلوقتي هنروح نسمع الاغنيه العربي الوحيده اللي موجوده في الالبوم About a Girl, وهي تعالوا غنوا معايا. عايز اقول حاجه بس قبل ما يبلاي. تعالوا غنوا معايا is a song من كلام امير تعيمه, who is one of the best songwriters في العالم العربي. م-م. يعني مش بس في مصر. م-م. بس عايز اقول حاجه كمان, احنا اخترينا الكلام, يعني امير تعيمه كتب الكلام ده, we asked him to do that for كمال السيتويشن في مصر. يعني Egypt Coming Home اغنيه حلوه وكده, بس غنوا معايا اغنيه بوزيتيف, وعشان كل حد يعرف انه لازم نبقى بوزيتيف ومتفائلين, لازم نبقى ايجابيين ونتفائل exactly. بالمستقبل. Well, this is a song for the situation to look at the positive side. عايزه بس الناس لما يسمعوا يفتكروا الحكايه. ابتدينا بالفانز وبرضه هننهي بالفانز. تقول لهم ايه؟ هقول لهم انه اول حاجه عايزه اشكرهم. أكيد. عايزه اقول لهم انا بحبهم وهم عارفين قد ايه, وعايزة أقول لهم إنه يعني I respect them زي ما قلت في الأول so much, إنه they've been supporting the album ومش بينزلوا حاجة, ويا رب يكملوا بس لغاية الألبوم ينزل هنا في مصر. يعني يكملوا, و I just want to say thank you so much for tuning in tonight, وإن شاء الله لما الألبوم ينزل بقى كل حد please go buy it, don't download it on the internet, this is stealing, it's piracy, it's wrong, please, you're not helping anyone. انت هتديني واحد دلوقتي, بس انا بوعدك ان اول ما ينزل هروح اشتري 10. ايوه كده, that's the spirit. 10 يعني 20. تمام, ميرسي جدا ليكي لارا, بجد انبسطت. واستنوني بكره في نفس الميعاد من الساعه 7 لحد الساعه 8 في شافل هيتس على راديو هيتس 88.2. يلا بينا هنسمع الاغنيه العربي اللي موجوده في الالبوم الجديد بتاع لارا اسكندر About a Girl. روح اشتروه اول ما ينزل ان شاء الله. أيوة. هينزل في شهر 3. روحوا اشتروه, وهبقى العب اغاني كتير منه اكيد ان شاء الله في شافل هيتس. يلا بينا, تعالوا غنوا معايا على راديو هيتس 88.2. سلام, باي باي. تعالوا غنوا معايا, كفايه حسن كفايا. تعالوا غنوا معايا وافهموا الحكايه. جديد 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 راديو هيتس فاست وذ نيو ميوزك. بحب اعيش في عمري كله.
Radio Hits. First, with new music.